مشير قول الحق يا مشير قول الحق هي ثورة ولا لا هي ثورة ولا لا يا عنان قول الحق يا عنان قول الحق هي ثورة ولا لا هي ثورة ولا لا يا مشير قول الحق يا مشير قول الحق هو اتخانع ولا لا هو اتخانع ولا لا يا مشير قول الحق يا مشير قول الحق هم شهداء ولا لا هم شهداء ولا لا يا جمال قول لابوك يا جمال قول لابوك الشعب المصري مش عايز يموت الشعب المصري مش عايز اليوم الاستاذ سيد شبكه على النت شبكه يقين تفضل عرف نفسك عبد العزيز محمد عامر المحامي بالنقد صاحب طلب رد المحكمه التي تنظر قضيه الثوار قضيه السفاح محمد حسني مبارك الحدث اليوم ايه الحدث اليوم ان المحكمه اجابتني لكل طلباتي المحكمه صرحت لي باستخراج شهاده من المجلس الاعلى للقضاء لبيان الجهات التي وصل اليها المستشار احمد فهمي رفعت عل وعسى ان يكون يوم من الايام عمل مستشارا للرئيس المخلوع فيصبح بذلك غير صالح للفصل في هذه الدعوه. المحكمه صرحت لي بتقديم شريط من اتحاد الاذاعه والتلفزيون بالجلسات التي تم تسجيلها حتى تراقب المحكمه تصرفات المستشار احمد رفعت مع المدعين بالحق المدني وعما اذا كان يعاملهم معامله مماثله للمتهمين. صرحنا المحكمة بأنه قبل أن ينام الرئيس المخلوع على سرير ويضع رجليه في وجه المحكمة وفي وجه المدعين بالحق المدني في حين أنه فور دخوله للغرفة المخصصة لاحتجازه يقوم ويجلس على كرسي ويقوم بدخول ويتجول في الغرفة كيفما شاء. أثبتنا للمحكمة أننا نريد استخراج شهادة رسمية من محاضر الجلسات لإثبات أن المحكمة لا تحقق المدعين بالحق المدني طلباتهم ولا تحقق للمدعين بالحق المدني الطلبات التي يتقدمون بها مكتوبة كيفما طلب حتى تثبت المحكمة أن هناك ميل وهوى للمحكمة من جانب إلى جانب آخر. كل المحامين موافقين على الرد؟ 90% من الأساتذة المدعين بالحق المدني فوضوني واللي واضح أمام حضرتك النهاردة في الأساتذة اللي انضموا إلي في طلب الرد يؤكد أن 90% من المدعين بالحق المدني لا يطمئنوا للمستشار أحمد فهمي رفعت للفصل في قضية مقتل الثوار 1050 شهيد قدمتهم مصر لهذه الثورة لابد أن ينالوا حقهم القانوني. الأكثر من ذلك أحب أن أقول لك أنني أدعو المستشار أحمد فهمي رفعت أن يتنحى عن نظر هذه الدعوة لأن الأمور ليست شخصية فهي موضوعية فالأساس في المحاكمة العادلة المنصفة أن يطمئن المتقاضي لقاضيه فإذا ما استشعر القاضي أن أحد الخصوم لا يطمئن إليه فعليه أن يتنحى عن نظر الدعوة ولا ينتظر أن يقضى برده في هذه الدعوة. يوم 22/10 بإذن الله تعالى هيكون يوم جميل للشعب المصري كله بعد أن يثبت قضاء مصر الشامخ أن ثورة 25 يناير لها روح ما قبل الثورة وما بعد الثورة. تم قبول الرد. تم الاتفاق مع جميع هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني على 4 آليات أخرى عقب الرد سوف نفصح عنها إذا ما رفض طلب الرد يوم 22/10 لا قدر الله. أستاذنا شكرا.